برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله، يقام الافتتاح الرسمي لمعرض البحرين الدولي للحدائق بتاريخ 20 من فبراير 2019. هذا وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور في الفترة من 24 إلى 24 من فبراير في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. خلال مؤتمر صحفي عقدته المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، أوضحت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة أن معرض البحرين الدولي للحدائق الذي تنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يسلط الضوء على كافة التقنيات الزراعية التي تسهم في تنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة، فضلا عن استعراض مجموعة من المنتجات والحلول والابتكارات الزراعية التي تقدمها كبرى الشركات المحلية والخارجية التي تشارك في هذا الحدث الهام. مضيفة أن المعرض يتناول سنويا شعارا يلامس الواقع الزراعي في البحرين من أجل تطوير الأنظمة والأساليب وإيجاد الحلول والبدائل التي تسهم في الارتقاء بقطاع الزراعة في المملكة، ومن المتوقع أن يشارك هذا العام أكثر من 170 عارضا بتصاميمهم ومنتجاتهم وتقنياتهم وابتكاراتهم، إضافة إلى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي حيث سيقومون بإثراء أجنحتهم بأحدث الابتكارات والتصاميم والتقنيات الزراعية وتطبيقاتها، وسيحتضن المعرض جناحا لسوق المزارعين البحرينيين. معرض هذا العام طبعا احنا كل سنة نختار فكرة معينة يتم التركيز عليها، فشعار المعرض لهذا العام هو الزراعة كخيار مهني طموح للمستقبل. وجدنا ان بعض الشباب ما يظنون ان تخصص الزراعة تخصص مجدي بالنسبة لهم، وعندهم صورة تقليدية في بالهم عن ما هو المزارع او ما هو القطاع الزراعي، ويحسون انه ما يشكل لهم خيار وظيفي مستقبلي. فاحنا بنبين لهم من خلال معرض هذا العام ان اليوم الزراعة اصبحت تتطلب متخصصين، تتطلب دراسة مستفيضة على مستوى جامعي، ويمكن حتى إلى دراسات عليا، على أساس أن الواحد يكون خبير في المجالات المختلفة اللي نحتاجها لتخطي تحديات اليوم. فمثل على سبيل المثال التكنولوجيا الزراعية أو الأمور المتعلقة بالممارسات الاستدامة للموارد الطبيعية أو الأمور البيئية اللي تأثر على الزراعة، طبعا صناعة الأغذية، التصنيع، الأمور الصحية المتعلقة بالإنتاج الزراعي سواء الثروة النباتية أو الحيوانية أو الثروة البحرية. هناك طلب كبير على خبراء في كافة هذه المجالات، على أساس أن مملكة البحرين فيها هالقطاع هذا ينتج، إن شاء الله نطمح إلى أن يزيد الإنتاج في مملكة البحرين في مختلف هذه القطاعات، وبالتالي بتكون هناك حاجة ملحة لخبراء في كل هذه المجالات. اللي مهم بالنسبة لنا هو المشاركات، وطبعا تركيزنا يكون على ناحيتين، الناحية التجارية والناحية التعليمية التوعوية. فمن ناحية التجارية ما شاء الله عندنا عدد كبير من المشاركات من مملكة البحرين ومن خارج مملكة البحرين من 23 دولة مختلفة. هناك بيكون عدد من الخدمات والسلع المتعلقة بالزراعة في القاعة التجارية، وأيضا في القاعة التعليمية هناك مشاركات من مؤسساتنا الرسمية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسساتنا التعليمية، اللي بيكون على بتحمل مهمة نشر الوعي بالإضافة إلى جهود القائمين على المعرض.